مشاهدي قناة شوف تي في ومتتبعي قناة شوف تي في، اليوم كنتواجدوا بين أحضان عمي علي الصحراوي، اللي من بعد أسبوع هذا ما شاف العائلة نتاعو من بعد هذيك الواقعة ديال الريان، اليوم كنتواجدوا مع عمي علي، كنعطيو الكلمة ديالو. السلام عليكم وعلى سلامتك، شرفتينا وشرفتي البلاد وعلى سلامتك بابين أحضان الزوجة ديالك بابين وخوتك، بارك الله فيك. بينا شوف ديما من عندك وشوف قناة شوف تي في. يلا كلشي جلس
انا هنا في العزاء فيها متتبعات قناة شوف تي في حنا كنتواجدو حاليا عند في الدار قلب المنزل ديال عمي علي الصحراوي البطل ديال جهة درعة تافيلات. استقبال حار من طرف الساكنة ومن طرف الإخوان تاعو، يعني بحسن الحظ احنا كنتواجدو في الوقت فين كاين الفصال، وكنتمنوا ان شاء الله انه يدوز الامور بخير. السي علي بغى يعطينا التصريح ولكن ما قدرش انه يزيد يكمل معنا، قال لك خلوني غير ارتاح وراني معاكم. وحنا غادي نقلوا لكم الاجواء ديال الساكنه ديال ارفود وجميع الاصدقاء نتاعو والاخوان نتاعو. حيد انا يلا مرحبا متتبعي متتبعات قناة شوف تي في، معنا حاليا الإطار واحد الإطار جمعوي وفنان موسيقي غادي يعطينا غير واحد الكلمة بحق البطل سي سعلي جاجاوي البطل الصحراوي ديال جهة درعة تافيلات. خلونا نضغط. السلام عليكم، معكم الفنان أنس الغوش، هو كاتب عام لجمعية المبادرة للفن والعمل الاجتماعي في جهة الفول. احنا في هذا اليوم المبارك احتفال واحتفاء بالبطل ديال مدينة أرفود سي علي الجاجاوي اللي عطى واحد القيمة مضافة وإنقاذ الطفل ريان رحمه الله. ونتمنى التوفيق للجميع ومحل اللي تعرفوا بين عائلته وصحابه واصدقائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمود جكاني مدير مؤسسه معركه سامر اللي في المحيط ديال المنزل ديال السي الحاج علي. هذه فرصه سعيده كتعيشها مدينه ارفود والساكنه ديالها بمناسبه استقبال الحاج علي. مشكوره الجمعيه المنظمه هذا الحفل بشخص موسيقى الانوار تاع الجعاوي بارفود على المبادره الطيبه على الاستقبال الحاضر خاصه الحاج علي، وحنا كنفتخروا به كما غالي.
خالدة كساكنة مدينة الفوز ويفتخر به الوطن كإنسان قام واحد عمل جبار وآدي حية العمل ديالو غادي سيبقى خالدا في الأذهان لأنه قام واحد مجهود كبير وقام واحد العمل اللي كان فيه تدخل إلى جانب الفرق يعني المتنوعة والمتدخلين اللي قاموا في العمل ديال محاولة إنقاذ الحمرية. الشكر موصول له كل فرق من الخلاف والشكر موصول قناة تي في هذه الفرصة وبأمثال الحاج علي نفتخر وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كتشوفوا المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في يعني جميع الزملاء ديالو وجميع الأصدقاء والإخوان تاعو يعني ما بغاوش يفارقوه نعم في الحقيقة البطل المتواضع ديال جهة درعة تافيلالت السي محمد سعلي ججاوي بطل جهة درعة تافيلالت كنتمنى له ان شاء الله مسيره موفقه وجميع الاحبه نتاعو وجميع الساكنه نتاعو شرف لك كل كيبقى رمز للبلاد شكرا لمستقلية الأنوار اللي كتبت التحديات وهي اللي كتقوم بالأنشطة لتنظيم الحفل إن شاء الله اللي غادي يكون قريب لا سولينا لا سولينا عطينا مثال انت سولني انت سولني كتجي كتفاش عليك السؤال انا كنجاوب انت كتفاش عليك السؤال انا كنجاوب متتبعي ومتتبعات قناة تي في معنا رئيس مرتقية الأنوار هي اللي قامت بفعل جمعوي هي اللي قامت بهذا الحفل الكريم للسي علي ججاوي البطل ديال جهة درعة تافيلالت ونخليو له الكلمة. شكرا للقناة شوف تي في معكم رئيس موسيقية الأنوار لفعل جمعاوي لدي أرفود كما جاء على لسان الأخ هذا ماشي حفل ماشي تكريم باش نكونوا واقعيين هذا استقبال عفوي ماشي حتى حار مازال الحار اللي غادي يكون لا اسمح لي هذا استقبال الشوق لا حنا درنا استقبال الشوق السي علي على أساس إن شاء الله غادي نديروا التكريم يليق به لأنه شرف البلاد وكذلك
لما نديروا له التكريم اللي غادي يليق به ما غاديش نديروا التكريم اللي يشرفوا هما ولكن غادي يشرف البلاد من خلاله هو كنشرفوا البلاد بداك التكريم اللي غادي يكون ان شاء الله. ولهذا فهذا فقط عفوي ما سيتم الخبر للتكريم ديالو ولا يعني كنقدم مفاجئ ورغم ذلك كانت هذه الاستجابه لدينا على مجموعه من الجمعيات وجدت لهم نداء كما كيف العاده ديالهم حنا في هذا التكتل اللي موجود في هذه المدينه ديال الاعمال الجمعوي والفعل الجمعوي تكتل فريد من نوعه واحد كينادي كان كامل الجامع نادانا السعدي نادانا الوطن كنا موجودين شخص سعدي نادانا السعدي كنا موجودين نادينا نادى الموسيقيه كان المجتمع المدني وشكرا لكم تحياتي لكم وبالتالي من خلالكم انا كنهني السي علي وكنشجعو السي علي وكمثال السي علي اللي كيعطي النموذج الوطني الحر المناضل التضحيه من اجل الوطن والوطن. بارك الله عليك وشكرا لك الله ينور بارك الله فيك. اتمنى عندك شي صوره اخرى ولا شي هذا الاخوان ما يجدكم بخير صافي عيدنا راه العيالات باغيين يدوزوا الله يسر عليكم متتبعات قناة شوف تي في كنتواجدوا مع السي عبد الرزاق الخشاوي السي عبد الرزاق الجاجاوي الاخ ديال البطل ديال الصحراوي السي علي نعطيو عليه العملة كذلك. السلام عليكم هذا الاخ ديال علي الجاجاوي الملقب الصحراوي والحمد لله والشكر لله انتم تشوفوا الجو ديال قبال اللهم لك الحمد لك الشكر حنا فرحانين بهذا القدوم ديال السي متتبعات قناة شوف تي في هنا يتوقف حدث السي علي يعني هنا غادي نوقفوا نظرا لحكم تقاليد الاعراف ديال منطقة أربود ومنطقة جراح جهة درعا تافيلات كمحافظين بأن العيالات ما كيبانوش ولهذا غادي نوقفوا اللايف على أساس أنه يستقبل الزوج تاعو ويستقبل العيالات اللي معاه وتحياتي للمربر من الإقليم الرشيدية مدينة أربود. شكرا لقناة شوف تي في على التغطية الشاملة لهذا الحدوث العفوي استقبال هذا العيد معكم مدير معركة تجمع الأطفال وفاعل جنعاوي. شكرا لك. شكرا لك.